صباح الخير، ازيكم؟ اتمنى كل الناس تكون بخير، واتمنى الدرس اللي فات يكون كان مفيد. هنكمل النهارده مع لينا الورك فلو. انا جالي اسئله كتير بعد الدرس اللي فات. الناس بتسال يعني على تفاصيل زياده او على امثله عمليه وكل الكلام ده. فالنهارده احنا هنبتدي الكلام ده، هنبتدي النهارده نطبق عملي الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، ونقول ايه لازمه الموضوع ده في البايب لاين، وهنبتدي باول حاجه اللي هي التكشن. لكن قبل ما نعمل ده في سؤالين انا محتاج ان ارد عليهم. السؤال الاولاني، في حد كان بيسال طيب الصوره الاس ار جي بي بيبقى فيها جاما كيرف، طب ايه الفرق ما بين الجاما كوركشن اللي بيحصل للفيوينج مونيتور وما بين الجاما كيرف اللي بيكون موجود جوه الصوره؟ عشان اقول ده يعني انا هشرح الموضوع ده بسرعه. لو انا عندي صوره اس ار جي بي، يعني دي صوره اس ار جي بي، صوره الاس ار جي بي ده هي فيها اوريدي جاما كيرف. الجاما كيرف دوت انكودد عشان الكالر سبيس، ذاتس ان اس ار جي بي، رايت؟ طيب الاس ار جي بي المفروض ان هي بيبقى فيها جاما كوركشن حوالي 2.2. طيب الصوره ده هي بتدخل المفروض في الـ في الـ في الـ يعني لو انت بتعرض على ويندوز او لينكس او ايا كان، فالصوره ده بتدخل من كده وبيحصل في سكند ستيب اوف جاما كوركشن اللي هي الجاما كوركشن بتاعه المونيتور. الجاما كوركشن بتاعه المونيتور او الفيور، تمام، المفروض اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، اللي هي اللي بتعوض ما بين الانرجي وما بين الفاليو بتاعت البيكسلز بتاعتك. طيب لو انا دلوقتي بدخل برنامج زي النيوك وبشيل الجاما كوركشن بتاعت المونيتور، ستيل الصوره الاس ار جي بي جواها جاما كيرف اللي هو 2.2. عشان اشيل الجاما كيرف اللي هو 2.2 ده، فانا محتاج ان انا انفرس ده، ان انا اخليه يعني 1 اوفر 2.2 which is almost 454. طيب عشان نشوف ده بمثال عملي، لو احنا رجعنا للمثال اللي احنا كنا بنتكلم فيه المره اللي فاتت في نيوك، دي صوره جي بي جي، يعني الصوره انا كنت لقيتها هنا. انا عارف كويس ان الكالر سبيس بتاعها اس ار جي بي. طيب لو انا هنا شغال اللاب بتاعتي المفروض ان هي نان، فالمفروض ان انا كده شلت الفيور كوركشن او الجاما كوركشن بتاعت الفيور. بس الحقيقه ان الصوره دي ستيل المفروض ان هي مش لينير. ليه؟ لان جواها جاما كيرف بيك جواها. عشان اشيل الجاما كيرف ده هوت، في طريقتين. الطريقه الاولانيه ان انت ممكن يعني تشيله بس في الفيور، ان انت تشوف الصوره هتبقى عامله ازاي لو انت عملت ده، هو ان انا اجي على الجاما في نيوك واقول ان انا هانفرس الجاما دي ل 0.454. الحقيقه ان انت لما بتشوف الصوره بالطريقه دي، هي دي الفاليوز الحقيقيه اللي موجوده جوه الصوره بتاعتك بدون اي جاما كوركشن بقى بيحصل، ولا من الكالر سبيس او ولا من الانكودنج بتاع الكالر سبيس ولا من الفيور. هي دي الداتا الحقيقيه اللي موجوده جوه الصوره بتاعتك. طيب الحاجه الثانيه، ان انت لو عايز يعني عندك صوره وعايز تخليها ان لينير سبيس، في حاجه اسمها الاوبن كولر اي او. الاوبن كولر اي او كان بروجكت قامت بيه سوني ايمج وركس، اغلب الاستوديوهات هنا بتستخدمه عشان تعمل الكولر كونفرجن. فيعني انا انصح ان انت تقرا عنه كتير، في ويب سايت موجود على الانترنت، اتس ان اوبن سورس سوفت وير. فلو انت عايز تجيب السوفت وير، ايفن ممكن تشوف الكود لو انت عايز تعمل فيه ديفلوبمنت او اي او ايا كان، اتس ا فيري انترستنج بروجكت. ف لو انا عندي يعني هشرح على تكشر، لو انا عندي ان هو التكشر دهيت، انا عارف ان هي اس ار جي بي الكالر سبيس بتاعها، فانا قافل اللاب بتاعتي بحيث ان انا اعرف اشوف بدون الفيور كوركشن. لكن انا عارف ان الجاما كيرف جوه الصوره دي، فقلت طريقه ان انا ممكن يعني اقلل الجاما، او ان انت ممكن تحط جاما نود وتقلل الجاما بتاعتك ل 0.454. بس الحقيقه ان موضوع ان انت تانفرس الجاما ده بيجيت فيري كومبليكيتد لما تدخل في اذر كولر سبيسز زي الايسز مثلا، او زي اللوج، او ايا كان ايه الكولر سبيسز الثانيه. فمن افضل الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها هي الاوبن كولر اي او. فلو انا اخدت التكشر دي اوبن كولر اي او، باجي اقول له ان انا الانبوت بتاعي اس ار جي بي وعايز الاوتبوت بتاعي لينير، تمام كده. اللي انا بعمله ان انا وانس ان انا فيو الصوره دي، هو بالظبط ان انا عملت الجاما كوركشن 0.454. طيب دلوقتي انا عايز اكسبورت الصوره دي دلوقتي بقت ليني، هاخدها بعد كده لاي سوفت وير وهبتدي اشتغل عليها. فممكن احط رايت نود. الرايت نود في النيو في كولر سبيس انكودنج، فانت ممكن تيجي تقول له ان الكولر سبيس بتاعي انا عايز اطلعها اس ار جي بي، عايز اطلعها لينير، عايز اطلعها ايا كان. طيب العادي ان انا عارف ان الصوره بتاعتي ده هي لينير، فانا هقوم مختار ان هو ان انا سوري ان انا عايز اطلعها انتو لينير سبيس. ده معناه ان مش هيبقى فيه اي جاما كيرف بيج في الصوره دي. طيب دلوقتي لو انت بصيت للصوره دي، هنبتدي في اول حاجه عايزين نتكلم عليها بقى في الخطوه الجايه، ان احنا ايه يعني هندخل الماري، وبعدين كده نبتدي نستخدم التكشرز دي. ففي
اول حاجه عايزين نلاحظها هنا ان الصوره از فيري كونتراستي، انت ما تقدرش ان انت تشتغل بيها كده لان انت مش شايفها بصوره طبيعيه. عشان تشوفها بصوره طبيعيه في اي بروجرام انت هتروح عليه لازم نستخدم حاجه اسمها كلر مانجمنت. الكلر مانجمنت دي عباره عن سوفت ويرز ممكن تكون موجوده ستاند الون او ممكن تكون موجوده جوه اي سوفت وير نفسه انت بتشتغل فيه. فاحنا النهارده نستخدم الكلر مانجمنت سيستم بتاع الماري نفسه، مش هنحط اي يعني ثيرد بارتي او سوفت وير جديد للكلر مانجمنت. عشان نفهم ايه اللي هيحصل دلوقتي او ايه اللي هيحصل في الماري، في حته احنا محتاجين ان احنا نشرحها الاول، وهي ان انت دلوقتي لما بيكون عندك صوره، الصوره دهيت انت بتدخلها جوه الماري، مثلا انت هتعمل عليها بينتنج او حاجه، انت تشتغل في لينير سبيس قلنا زي ما شفنا التكشر اللي كانت موجوده في نيوك دلوقتي. لو انا دخلت التكشر دهيت جوه الماري هتبقى شكلها فيري كونتراستي زي ما قلنا، مش كده؟ فاحنا محتاجين ان احنا نعمل حاجتين. ان الصوره دي اللي هي المفروض دلوقتي ان هي لينير، محتاج اول حاجه ان انا اعمل اليرت للماري، اجي هنا اقول للماري ان في يعني ايه، خلي بالك ان في هنا اهوت ايه، في صوره هتجيلك والصوره مش عارف ايه اللي انا رسمته ده، بس يعني خلي بالك من الصوره اللي هتجيلك دهيت، المفروض ان الصوره دهيت هتبقى لينير عشان مفيش اي جاما انكودد. في طريقه معينه يعني المفروض ان السوفت وير هيبقى فاهم على طول ايه هو الورك فلو اللي انت هتمشي بيه. طيب الحاجه الثانيه ان طب انا محتاج وانا بعمل بينتنج للتكشرز بتاعتي ما اشوفش التكشرز بتاعتي ذات كونتراست ايه. طب هعمل ايه؟ المفروض ان انا في الفيور بشوف الحاجه بتاعتي ثرو لوك اب تيبل، لوك اب تيبل اللي احنا بنسميها اللات. طب اللات عباره عن ايه؟ طب احنا هنتكلم في موضوع اللات ده بعد كده بالتفصيل شويه، يعني لان ده موضوع مهم جدا. لكن دلوقتي احنا اللات اللي احنا عايزين نشوف منها التكشرز بتاعتنا هي الاس ار جي بي، باعتبار ان احنا كل البروجكتس بتاعتنا هنشتغل فيها اس ار جي بي، ما بنشتغلش اي كلر سبيس ثاني. ده معناه ايه؟ ان انا بدخل صوره لينير، كل الحسابات اللي بتحصل في الباك جراوند بتحصل لينيرلي، لكن اللي انا بشوفه على الشاشه بيمر من خلال فلتر اللي هو اللات، بتورهوني في الاخر اس ار جي بي عشان انا اعرف اشوف انا شغال ازاي، لكن كل اللي بيحصل في الباك جراوند بيبقى لينير. متفقين كده على الحته دي؟ طيب نروح دلوقتي للسوفت وير نشوف احنا هنعمل ده ازاي. فيعني هروح للماري، انا هبتدي بروجكت جديد، حاجه صغيره يعني حاجه انا كنت عاملها من فتره طويله، فخليكم معايا لحظه. فانا هسمي ده first place test. دلوقتي وانا بسيطة بالبروجكت بتاعي احنا قلنا ان احنا محتاجين ان احنا نقول للماري ان انا شغال في لينير ورك فلو او لينير سبيس. فانا بعمل ان انا باجي في الكالر سبيسز وباجي اقول له ان انا ال 8 بت داتا محتاجه تبقى لينير، 16 بت داتا محتاجه هي كمان تبقى لينير. وبالتالي دلوقتي اللي الماري هيبقى متوقعه هو ان كل الصور اللي انت هتدخلها المفروض ان هي هتبقى لينير. تمام؟ لو انت دخلت حاجه ثانيه مش لينير there is a way، لانه كمان الماري جواه اوبن كلر اي او، فاللي انت ممكن تعمله ان انت ايفن لو انت معاك صوره اس ار جي بي ودخلتها جوه الماري انت ممكن تعمل لينيرايز جوه الماري نفسه، وهنشوف دلوقتي ازاي. فاللي انا هعمله دلوقتي ان انا هاجي اختار الموديل بتاعي which is يعني جزء من انا مش اشطر مودلر في الدنيا، فيعني هتشوفوا حاجه غريبه دلوقتي. طيب محتاج بس اتاكد ان انا هكريت ا كلر شانل ات ليست باي ديفولت. دلوقتي بقى الماري متوقع ان هي لينير، وهقول له ايه اوكي. طيب اوبس. طيب دلوقتي الدراع روبوت اللي عندي دي طبعا يعني انا بس نازل فيها ديفولت كلر. فاللي انا هعمله دلوقتي ان انا هجيب صوره من النيوك، صوره لينير من النيوك معموله جراي 0.18. انا هاجي هنا اقول انا هعمل صورة، الصورة ده هخليها كلها 0.18، محتاجة بس 1K that's a test. طيب الصورة دي دلوقتي أو الكونستنت ده، أنا دلوقتي أنا عارف إن الصورة ده المفروض إن هي 0.18 جراي. خلاص إحنا اتفقنا المرة اللي فاتت على حكاية ال 0.18 وال 0.5. طيب هاجي دلوقتي هحط رايت نود وهاكسبورت التكشر دي. وانا باكسبورت التكشر دي عايز اتاكد ان هي لينير، وبعدين بعد كده هقول له ان ذاتس ا جراي 18 لينير سيف. طيب دلوقتي انا هروح جوه الماري، تمام،
عشان ابتدي اشوف ايه موضوع الكالر مانجمنت ده. انا هروح نوت هروح جوه الايمج مانجر وهحاول ان انا اجيب الصوره بتاعتي اللي هي الجراي هلو اوبن. بعدين ايه هفتح الصوره جراي دي هلاقي ان الصوره يعني از اكستريملي دارك. طيب الصوره اكستريملي دارك ليه؟ لان الصوره لينير وكل حاجه بس اللوت اللي احنا اتكلمنا عليها ستيل نوت وركينج بروبرلي. طيب فانا محتاج ان انا اعمل ايه؟ انا محتاج اقول للمراي ان انا الصوره اللي عندي دي هي المفروض ان هي صوره لينير بس انا محتاج دلوقتي ان انا اشوفها ثرو اس ار جي بي لوت عشان اعرف اشوفها مظبوطه. فهروح نوت ناحيه الكالر مانجمنت وهفتح الكالر مانجر. طيب ايه اللي انا محتاجه دلوقتي؟ انا محتاج ان انا اختار كالر سبيس وان الكالر سبيس بتاعي دهوت يكون اس ار جي بي، الفيو ترانسفورم بتاعي يكون اس ار جي بي. ده معناه ان دلوقتي المفروض ان الماري هتوقع ان الصور اللينير اللي انت هتدخلها هي فيو بس الفيور هيكون اس ار جي بي، لكن كل اللي موجود ورا في الباك جراوند هيكون لينير. طيب لو انا دلوقتي فتحت الصوره دي هلاقي ان الصوره دهيت بقت 0.5 جراي، اتس نوت 0.18 اتس 0.5. ليه؟ عشان احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان لما بيحصل الجاما كوريشن احنا اتفقنا عليه المفروض ان الصوره دي بتروح ناحيه ال 0.18 اللي هو الميد جراي بتاعي هيكون 0.5. طيب ده دلوقتي يجيبنا بقى للحته ان احنا طب لما هبتدي انا اشتغل مع ايمجز فيها الوان الامور هتمشي ازاي؟ لو انا حاولت ان انا اجيب تكشر زي يعني اي تكشر هقول مثلا ايه ان هجيب الصوره دهيت دلوقتي الصوره اللي انا هجيبها دي المفروض ان هي صوره اس ار جي بي. اكيد شيء مش منطقي ان انا كل ما هاجي استخدم تكشر صغيره ان انا هدخلها جوه النيوك وبعدين احولها وبعدين بعد كده ادخلها جوه المقري. امال ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا ممكن ادخل صوره اس ار جي بي عادي ولينيرايز الصوره دهيت جوه المقري. عشان اعمل ده الاول انا محتاج ان انا اتشيك الكالر سبيس بتاع الصوره. دلوقتي المقري متوقع ان انت هتدخله حاجه لينير مش كده؟ لكن الحقيقه ان اللي جاي ده اوريدي جواه جاما كيرف وبالتالي الصوره شكلها يعني رايح خالص. وبالتالي انا ممكن اقدر اعمله ان انا اجي هنا اقول له ان لا الصوره دي مش لينير، الصوره دهيت اس ار جي بي. بينما كده هتلاقي ان الصوره بقى شكلها مظبوط. اللي هيعمله الماري دلوقتي ان هو الصوره دي اس ار جي بي لكن اللي هو هيتعامل معاها كلينير ايمج في الباك جراوند. انت يو ويل بي بينتينج لينير ايمجز لكن اللي انت شايفه على المونيتور بس هو اللي هيفول ثرو الاس ار جي بي كلر سبيس. طيب اف اي دو اني بينتينج يعني لو انا خدت البينت المفروض ان انا كده شايف حاجه المفروض ان هي مظبوطه مش كده؟ طيب دلوقتي انا خلصت البينتنج بتاعي وعايز اكسبورت للشانل دهيت بروح انا بقول له اكسبورت كرنت شانل وانا باكسبورت هو لوحده المفروض ان هو هيكسبورت لينير ايمجز. فلو بصيت انت عند الكالر سبيس هتلاقي ان هو اوريدي مظبوط على ان هو لينير. الصوره اللي انت هتطلعها من الماري دي هتبقى صوره لينير بدون اي جاما كيرف هتاخدها بعد كده اهوت المفروض هي دي اللي انت هتستخدمها في الشيدنج بتاعك وهتستخدمها بعد كده في كل حاجه. وده الموضوع اللي هنتكلم فيه المره الجايه ازاي دلوقتي نبتدي ان احنا نطلع من الحته اللي احنا اتكلمنا فيها دي اللي هي اللينير ايمجز والكلام ده، لان احنا هنبتدي ندخل جوه الريندرر ونبتدي نشوف ازاي هابلاي اللينير ورك فلو دهوت على حاجه يعني على ريل لايف اكزامبل. طيب قبل ما انهي الموضوع ده يعني مش عايز اطول اكتر من كده قبل ما انهي الموضوع ده هوت في عايز بس اقول ان في ناس سالتني على ان احنا نتكلم اكتر في الماث بتاع الجاما او ان احنا نتكلم في الماثماتكس اكتر. الموضوع ده انا هعمله بس يعني مش خلال الكورسات الجنرال اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي لان يعني انا خايف ان بعض الناس هتمل من ان احنا نجو فيري تكنيكال. ف هنخليها في مره في برايفت كورس ان احنا نتكلم اكتر عن الماث اللي بيهايند الموضوع او الامور التكنيكال قوي اللي ورا الموضوع. فتو سام ات اب انصحكم تشوفوا موضوع الاوبن كالر اي او الكالر كونفرجن بتمشي ازاي. جربوا جوه الماري انكم تجيبوا صوره تعملوها لينيرايز وتحاولوا ان انتم تشتغلوا عليها بس تاكدوا ان الصور بتاعتكم كلها اس ار جي بي مفيش اي كالر سبيس ثاني مفيش 709 مفيش اي كالر سبيس ثاني انكودد لان لو في كالر سبيس ثاني مش هيديكم نتائج اللي انتم هتتوقعوها. فده درس النهارده واشوفكم على خير. سلام.